بدأت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان، وذلك في قرية أبو حمر بمحافظة الغربية. واستقبلت إحدى المدارس بالقرية القافلة بتجهيزات طبية كاملة ومتطوعين من المؤسسة لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين. تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الهادف للمساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة. في هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان بإحدى قرى مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية. إحنا نشاط طبي بيعمل حاجتين أساسيين، بيعمل توعية عن أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وبيعمل قوافل طبية لعلاج الأسنان بالمجان تماماً في تخصصات كثيرة منها الجراحة والأطفال وتنظيف اللثة وحشو العصب وحشو عادي. القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع أنشطة القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية على مدار يومين، وتستهدف الكشف على أهالي القرية ممن يعانون مشاكل صحية في الأسنان. احنا عرفنا ان كان في قافلة حياة كريمة طبعا بالمجان، خدمة على أعلى مستوى ما شاء الله. طبعا كان بيعاني بألم في ضرسه، فأنا طبعا جينا علشان نشوف ايه الحاله بتاعته، نشخص حالته، فقال لك ان هو يعني ايه في حشو وفي خلا، يعني ما شاء الله يعني دكاتره على اعلى مستوى، خدمه ما شاء الله. عرفت ان النهارده في قافله طبيه اسنان بتابعها حياه كريمه، والعلاج والكشف مجاني وكده، فقلت اجي يعني كده نكشفه. كنت عندي درس وجاني وجيت كشفت هنا وعملت حشو. عرفت ان القافله هنا امبارح والنهارده وجيت عملوا لي حشو وعملوا تنظيف، وبصراحة يشكروا الناس يعني فوق دماغنا بصراحة. ولضمان تقديم خدماتها بسهولة ويسر، تم الاستعداد الجيد لتنظيم القافلة من خلال تجهيز إحدى مدارس القرية لاستقبال القافلة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع أطباء الأسنان بالقافلة، مع توفير كافة الأجهزة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. حياة كريمة ما بخلتش بأولادها وجدعانها إنهم يقفوا معاهم مع الدكاترة ينظموا للناس. كانت قافلة ممتازة من امبارح والنهاردة احنا معاهم. قافلة الأسنان دي أول قافلة تنزل محافظة الغربية، ما نزلتش قبل كده إن في قافلة نزلت تخصص أسنان فقط. يمكن لأول مرة المؤسسة حياة كريمة تنسق أو تنزل تعمل قافلة الأسنان بس تخصص أسنان فقط. وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجاً، مع العمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهدت قرية الكاشف التابعة لمركز الزرقاء بدمياط تنظيم قافلة طبية شاملة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقات الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج، ذلك كله بالمجان، بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. معانا 11 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود، طبيب أخصائي واستشاري، بالإضافة لفريق طبي على أعلى مستوى من التمريض والصيادلة والإداريين والفنيين، كلهم هدفهم إن هم يقدموا خدمة متميزة للمريض. معانا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، النساء، تنظيم الأسرة، كل الخدمات مجانية. جيت أنا النهاردة كشفت أنف وأذن وحنجرة، الحمد لله اتلقيت المعاملة أحسن معاملة، والطاقم الطبي بيعامل المرضى أحسن معاملة، والكشف بالمجان، ودخلنا الصيدلية خدنا العلاج بالمجان.